في ناس كتير زعلت من كلامي عن العملات الرقمية القديمة وطريقة طرحي للموضوع ده. يمكن فعلا كنت قاسي في طريقة إظهاري للحقيقة، لكن تعالوا نتكلم بهدوء ونستعرض الموضوع من جميع النواحي. القايمة اللي احنا شايفينها دي كلها كانت العملات الرقمية القديمة اللي كانت محتلة الصدارة في 2017، وزي ما احنا شايفين اللي نيجي من العملات دي واخترق قمته السابقة زي ما قلنا البيتكوين والإيثيريوم، الدوج بسبب التويتة بتاعت إيلون ماسك، اللايت كوين بدل القمة بتاعتها مكانة 319 وصلت ل 388، المونيرو بدل لما كانت 456 وصلت ل 484، الكاردانو ظهرت في البول ران فما لحقتش تاخد نصيبها الكامل من الارتفاع وارتفعت. فانت بقى لما تيجي تقولي على العملات دي كلها ما كانتش قوية زي الداش والزيت كاش وغيرها، يبقى انت لسه جديد في السوق، ما حضرتش السوق وقتها ولا كنت شايف بنفسك الاوضاع كانت عاملة ازاي وايه العملات اللي كانت في القمم وقتها. وكنت شفت سؤال، هل صحيح العملات الرقمية القديمة ما بترجعش لقممها السابقة؟ كانت الإجابة مين اللي قال كده؟ ما اللايت كوين اخترقت القمة السابقة وتم التغافل عن كل هذه العملات وكانت هذه هي الإجابة. فما تجيش بقى تكتب لي أنا بلاش تضليل. نيجي بقى للعملات الرقمية اللي حضرت 2021، دي نماذج بس من أهم وأعلى العملات في الترتيب. طبعا مش كل العملات، هنفترض ان كام عملة من دول هم اللي هيخترقوا القمة، ده اسمه يا نصيب انت وحظك. كنت شفت تعليق لا يستحق الرد عليه قمت بمسحه لانه مش فاهم، بيقول لي الاكتتاب ده عبارة عن يا نصيب، مليون شخص بيشتري التذكرة وواحد هو اللي بيفوز بـ100,000 دولار، يبقى انت مش فاهم، يبقى انت مش فاهم يعني اكتتاب. هو ده بقى اليا نصيب بعينه، اعتمادك على مين اللي هتصعب، مين الجوكر. تعال انا عايز استفز افكارك بسؤال زيادة، هنعكس السيناريو وهنفترض ان في عملة من دول او اكتر من عملة قرروا ان هم يسحبوا السيولة منها ويحطوها في اي عملات تانية جديدة، وارد، ويخترعوا لك اي خبر برضو زي ما عملوا في اللونة او غيرها او محاكمة عملة فلانية او غيرها، وتلاقي العملات اللي معاك بقت عبارة عن اصفار. كل شيء وارد، حط انت كل اللي انا قلته لك ده قدامك وجاوب ليه لا. انا قلت لك ليه اه وجبت لك التاريخ بالادلة، جاوب انت مع نفسك ليه لا. ثم يا سيدي ان كلامي لا هيسمن ولا هيغني من جوع، اذا العملات دي هترتفع فهي هترتفع سواء انا قلت هترتفع او لم ترتفع. السوق ماشي بتويتة، الدوج طلعت بتويتة ايلون ماسك والشيبا والكالت داو، السوق بيحركوا خبر تويتة عن فلان. هو ده اللي انا عمال اقوله بالظبط بمنتهى الصدق والشفافية، في حين اني مراهن على موضوع ناجح بنسبة 99.999% وفي الوقت الحالي قبل البولران. لا شك ان الاكتتابات موجودة في الوقت الحالي وبتكون موجودة بكثرة في البولران وعلى كل جميع المنصات، وجميع عملات تلك المنصات ترتفع وبتبقى في السماء لان كل الناس عايزة تشارك. فانا على الاقل في قدامي طريق واضح، انت ماشي مش عارف مين الحصان الاسود اللي معاك، ومش عايز يا سيدي تشترك في اي اكتتابات ما تشتركش، لكن شوف ايه الاكتتابات اللي نزلت في البير ماركت وحط عينك على العملات دي، دي عملة بولران مضمونة، طالما نجحت في البير ماركت يبقى هتنجح في البولران. وانا برضو متفهم ان في ناس بتتغافل عن تلك النقاط وتتجاهلها لأسباب نحتفظ بيها لنفسنا مش عايزين نقولها. ياريت تعيد تفكير في كلامي بهدوء وتحط كل البساط قدامك وتبتدي تشوف، ويا رب تكون الفايدة لينا كلنا. سلام.